كويس انك جيتي قبل ما الاكل يبرد. معلش مش هقدر اقعد معاك اكتر من نص ساعه. ليه؟ خايفه منال تشوفك وتعرف ان انت بره؟ لا، منال عارفه ان انا قاعده معاك دلوقتي وقالت لي ما تتاخريش. يا ده انت بقيتي بتسمعي كلامها في كل حاجه يا بسمة. هعمل ايه بقى؟ ما انا ماليش غيرها دلوقتي. وانا بسمة انا قصدي ماليش غيرها عشان يحميني من ابويا ونيازي. انا اسف، ما كنتش عارف ان هم هيوصلوا لك عن طريقي. ما انا قلت لك ما تجيليش عند منال تاني يا اشرف. ايوه انا كنت فرحان بموضوع الشغل وكنت جاي عشان افرحك معايا. ما انا كمان فرحت لك، بس انت عارف ان هم بقالهم قد ايه بيدوروا عليا. علشان كده كنت مصمم ان انا اشوفك النهارده واعرف عملوا معاك ايه. ما تقلقش، منال نجدتني من ايديهم ساعتها وقعدت مع ابويا لوحدهم وفهمته ان مصلحته معاها هي مش مع نيازي. يعني ايه؟ يعني هتديله 1000 جنيه كل اول شهر وبعد كده هتبقى تزوده. ايه ده؟ هو انت بتقبضي اكتر من كده؟ هتبقى تخصمهم من الاعلانات. هي لسه بتلعب في دماغي بموضوع الاعلانات ده؟ اديك شفت، من غير الفلوس ما كانش ابويا مشي وكان زمانه دلوقتي مسلم لي نيازي تسليم اهالي. نفسي اطمن عليكي اكتر من كده يا بسمة قبل ما اسافر. انت مسافر؟ هستلم الشغل اللي في العين السخنة. مبروك. الله يبارك فيكي. بس كلمة مبروك دي هتتقلب جد لما اخدك من عند منال واجيبك معايا في الشغل هناك. اشرف ما تشغلش بالك بيا اكتر من كده. انا عارفة ان انت هتبقى مشغول في شغلك الجديد. اظهر ان انت عاجبك الشغل عند منال. مش حكاية فلوس هي بتديها لابوكي. انا لازم امشي دلوقتي. خلي بالك من نفسك. مع السلامة بسمة. مع السلامة.